ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كنت عملت لك فيديو قبل كده وقلت لك ان في 3 منح دراسية بينزلوا كل سنة للدراسة في روسيا، وبصراحة ما ينفعش انك انت تفوت منحة من ال3 منح دول. على الاقل لازم تقدم على 2 منهم، او بالميت خالص كده لازم تقدم على واحدة من المنح دي. قلت لك منحة جامعة ال HSE، قلت لك منحة Open Doors، وقلت لك منحة الحكومة الروسية. اتكلمنا قبل كده عن منحة جامعة الـ HSE بالتفصيل، والنهاردة خلاص وانا بعمل لك الفيديو ده ممكن بعد كام ساعة او ممكن وانا بنزل الفيديو، يعني منحة اوبن دورز خلاص هتفتح بتاريخ 15 سبتمبر، واحنا النهاردة خلاص في اخر يوم 14 سبتمبر، وما ينفعش ان قناة دكتور المنح تفوت منحة زي منحة اوبن دورز، وخصوصا ان منحة اوبن دورز دي من افضل المنح الدراسية ومن افضل المنح اللي انا حصلت عليها وخلصت من خلالها الماجستير في جامعة نوفوسيبيرسك ستيت يونيفرسيتي في روسيا، في طبعا سيبيريا بالتحديد. ده طبعا الناس اللي متابعاني عارفين ان انا حصلت على الماجستير من الجامعة دي. بالنسبة لمنحة الحكومة الروسية، انا ما اقدرش اقول لك المنحة هتفتح في اكتوبر ولا المنحة هتفتح في يناير، لان ما فيش اعلان رسمي او حاجة رسمية عن المنحة. فبمجرد ما تنزل منحة الحكومة الروسية هتلاقيني طبعا ان انا اتكلمت عنها. منحة الحكومة الروسية لسه ما فتحتش. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن منحة Open Doors، من أفضل المنح الدراسية اللي هتلاقيها مقدمة في روسيا، وليه أفضل المنح الدراسية على مستوى ال3 منح. ليه أنا بفضلها شخصيا؟ لأن المنحة دي حضرتك تقدر تدرس فيها باللغة الإنجليزية. أنا الماجستير بتاعي حصلت عليه باللغة الإنجليزية، أنا مش محتاج إن حد يطلع يقول لا الكلام ده صح لا الكلام ده غلط، أنا الحاجة دي جربتها بنفسي. حصلت على الماجستير بتاعي في الماتيريال ساينسز باللغة الإنجليزية، ما كنتش مضطر إن أنا آخد سنة تحضيرية، ما كنتش مضطر إن أنا أدرس باللغة الروسية، ما كنتش مضطر إن أنا أعمل حاجات كتير. في ناس بتكون متخوفة إن هي تسافر روسيا عشان خاطر تاخدها بسبب مثلا اللغة أو حاجات تانية هم بيخافوا منها بسبب عائق اللغة. فموضوع اللغة انت تقدر تدرس باللغه الانجليزيه، والافضل من كده ان انت مش لازم تقدم له شهاده توفل او ايلتس، انت ممكن تدرس عادي جدا باللغه الانجليزيه من غير ما تقدم توفل او ايلتس. والكلام ده عن تجارب ناس كتير انا اعرفهم، صحابي شخصيا اتقابلوا في المنحه دي، ماجستير ودكتوراه ومن غير ما يكون معاهم شهاده لغه. وفي فيديو قريبا ان شاء الله هيتعامل عن الناس اتقابلت في الدكتوراه في منحه الاوبن دورز. فالكلام ده كله انا مش بقوله لك عشان اشجعك واقول لك قدم على المنحه والكلام ده كله، لا، انا بقول لك حاجات هي اصلا بالفعل موجوده في المنحه وحاجات فيها ميزات كتير ممكن حضرتك ما تكونش سمعت عنها، ولكن انا حابب ان انا اوضحها لك في الفيديو ده. يعني منحة اوبن دورز تقدر تدرس فيها الماجستير بتاعك او الدكتوراه باللغة الانجليزية او اللغة الروسية، وانت مش محتاج انك انت لو هتدرس باللغة الانجليزية ان انت تقدم شهادة اجازة لغة انجليزية. لو انت حضرتك عايز تدرس باللغة الروسية اتس اوكي، مفيش اي مشكلة اطلاقا، بتقدر تدرس باللغة الروسية. حضرتك بتقدم، بتتقبل في المنحة باذن ربنا، بتاخد اول سنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية مجانا من غير ما تدفع اي مصاريف اطلاقا، بعد كده بتكمل البرنامج اللي انت عايز تدرسه باللغة الروسية. هيجي حد يسألني سؤال في الكومنتات كالمعتاد، هو انا ينفع علشان انا عايز اقعد في روسيا اكتر ان انا اخد اول سنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية بعد كده اكمل البرنامج بتاعي باللغة الانجليزية؟ الإجابة لا. أنت هتختار، عايز تدرس باللغة الإنجليزية خلاص هتدخل في البرنامج اللي أنت عايز تدرسه مباشرة، حضرتك عايز تدرس باللغة الروسية خلاص هتاخد أول سنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية، وبعد كده حضرتك هتكمل البرنامج اللي أنت اخترته باللغة الروسية. خلال الفيديو بتاعنا هتعرف على تفاصيل كتير تخص منحة أوبن دورز أولمبياد سكولارشيب اللي بتمكنك من الدراسة في روسيا. هنعرف تفاصيل، مميزات، هنعرف مستندات مطلوبة، هنعرف مع بعض كمان ايه هي الحاجات اللي ممكن تفرق معانا في الابليكيشن بتاعنا، هنعرف مع بعض ايه هي البرامج المتاحة. وعايز اقول لك قبل ما اقول لك ايه هي البرامج المتاحة ونشوفهم ونقراهم، ان المنحة دي كانت على ايام فتح لبعض البرامج المعينة، ولكن دلوقتي المنحة فاتحة لجميع البرامج، يعني حضرتك ايا كنت عايز تدرس ايه بتلاقيها موجودة في المنحة دي. هنشوف مع بعض ال21 جامعة الحكومية المشتركة في منحة الاوبن دورز. خلي بالك ان منحة اوبن دورز غير منحة الحكومة الروسية، ايوه هي بتمولها الحكومة الروسية، ولكن نظام المنحة دي وكل حاجة يخص منحة اوبن دورز مختلف تماما عن النظام الخاص بمنحة الحكومة الروسية. دي حاجة ودي حاجة. طب
هتيجي تسألني سؤال أنا عارفه وهجاوبك عليه دلوقتي حالا، هو أنا ينفع أقدم على منحة أوبن دورز؟ ينفع أقدم على منحة الحكومة الروسية؟ الإجابة نعم، ينفع تقدم على منحة أوبن دورز وينفع تقدم على منحة الحكومة الروسية. طيب أنا اتقبلت في منحة الحكومة الروسية واتقبلت في منحة أوبن دورز، إيه اللي هيحصل؟ حضرتك هتختار المنحة المناسبة بالنسبة لك وعايز تكمل فيها، وهتكمل فيها بدون أي مشكلة إطلاقا، لا الاتنين هيعارضوا بعض ولا الاتنين هيتضاربوا مع بعض ولا هيكون فيها أي مشكلة بالنسبة لك إطلاقا، فأنت بتقدر تقدم على المنحتين عادي جدا مفيش أي مشكلة إطلاقا، تمام؟ وبرضه بالنسبة للناس اللي بتتابعنا وحابة إن هي تقدم من خلالنا على منحة مثلا أوبن دورز ومنحة برضه اتشيفنج في بريطانيا، هتلاقوا في الابلكيشن بتاعنا بنعمل خصومات للناس فقط اللي حابه تقدم من خلالنا، ولكن المنح بتتشرح قدام حضرتك بالتفصيل، ممكن تتابعها. والحمد لله الحمد لله في ناس كتير اتقبلت من خلال قناتنا، سواء كانوا بيقدموا معانا او بيتابعونا في المنح المقدمه في كل دول العالم. وفي روسيا شفنا ناس كتير طلعت تتكلم في فيديوهات ان هي اتقبلت في المنح الروسيه. فطالما انت متابع قناه دكتور المنح خليك متاكد ومتيقن طبعا بالثقة في الله أولا، وثقة في متابعتنا ثانيا، إنك أنت في يوم من الأيام هتكون بتجهز شنطتك وإن أنت مسافر. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا نشوف كل حاجة بالشرح العملي. أتمنى لو حضرتك استفدت من الفيديو ما تنساش دعمنا باللايك الجميل بتاعك، ولو لسه مشتركتش في القناة ليه لسه مشتركتش أنا مش فاهم، يا ريت تشترك في القناة وشير الفيديو ده مع غيرك، ممكن يكون سبب في تغيير حياة شخص تاني من غير ما تكون عارف. يلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل حاجة بالشرح العملي. ازيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما قلنا ان احنا بنتكلم عن منحة اوبن دورز. طيب خلي بالك ان المنحة دي بتقبل عدد كبير من الطلاب، ايام انا كانوا بيقبلوا عدد قليل، بعد كده قبلوا عدد اكبر، بعد كده السنة اللي فاتت قبلوا عدد تاني اكبر، فالسنة دي متوقع ان هي تقبل عدد كبير فعلا من الطلاب، يا ريت ما تفوتش الفرصة دي. تمام، بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالمنحة، طبعا الدولة المستضيفة هي روسيا، والمنحة دي اسمها منحة اوبن دورز اولمبياد. طيب مكان الدراسة هي حضرتك بتقدر تدرس في واحدة من ال 21 جامعة الحكومية المشاركة في منحة اوبن دورز، تمام؟ وكل التفاصيل هنتكلم عنها تقدر تختار كام جامعة وهكذا، وهنا سايب لك الرابط الرسمي الخاص بالجامعات انت ممكن تدخل عليه، ولكن انا مش هشتتك، لما ندخل على الموقع الرسمي هنشرح كل حاجة بالمرة، تمام؟ طيب ايه الدرجات العلمية بتقدر تحصل عليها؟ بتقدر تحصل على درجة الماجستير وبتقدر تحصل على درجة الدكتوراه، تمام؟ طيب بالنسبة للسن مفيش سن محدد، بتقدر تقدم ايا كان عمرك كام سنة، بتقدر تقدم على ماجستير او دكتوراه. المنحة متاحة لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم، اخواتنا في سوريا، اخواتنا في اليمن، اخواتنا في العراق، في ليبيا، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في فلسطين، اي دولة عربية، في مصر، طبعا كل الدول العربية بلا استثناء، كل الدول العربية بلا استثناء. بنكرر المرة الثالثة، كل الدول العربية بلا استثناء بيقدروا يقدموا على المنحة دي مفيش اي مشكلة اطلاقا، تمام؟ طيب بعد كده بالنسبة لشهادة اللغة، لا طالبة منك شهادة إيجاد لغة إنجليزية ولا طالبة منك شهادة إيجاد لغة روسية. عايز تدرس باللغة الإنجليزية تدرس مباشرة، عايز تدرس باللغة الروسية بتاخد سنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية، بعد كده حضرتك بتبدأ دراسة البرنامج بتاعك باللغة الروسية. طيب بعد كده هنا في مواعيد هامة احنا لازم ناخد بالنا منها. طيب اول حاجه بالنسبه لبدء التقديم على المنحه هيكون 15 سبتمبر 2022، اللي هو احنا خلاص هنبداه بعد كام ساعه باذن ربنا، تمام؟ انتهاء التقديم هيكون 10 ديسمبر 2022، تمام؟ طيب بعد كده بالنسبه لموعد فحص ملفات الناس المتقدمين، خلي بالك هنشرح حاجه مهمه دلوقتي. المنحه دي بتنقسم لمرحلتين، ولو انت متابعني من السنوات اللي فاتت اكيد انت عارف الكلام ده. اول مرحله بيكون عباره عن الابلكيشن اللي انت بتملاه وبتحط فيه كل حاجه تخصك وبتكتب فيه الموتيفيشن ليتر، طالب منك سيره ذاتيه، طالب منك شهادات، دي حاجات انت لازم ترفقها. فانت اخر ميعاد للحاجات دي كلها بالنسبه للبورتفوليو الملف بتاعك بيكون 10 ديسمبر 2022، بيبداوا يفحصوا الملفات دي من 12 ديسمبر الى تاريخ 21 ديسمبر، تمام؟ تمام. طيب بعد كده نتائج المرحلة الأولى بتطلع امتى، اللي هي البورتفوليو بتاعك والشهادات والحاجات اللي انت رفقتها، بيكون موعد إعلان نتائج يوم 23 ديسمبر، ده للماجستير والدكتوراه، تمام؟ طيب بعد كده ربنا كرمك واتقبلت في المرحلة الأولى، هتدخل على المرحلة الثانية واللي بتبدأ من تاريخ 10 يناير إلى 19 يناير. طيب في المرحلة دي بيكون في ايه؟ المرحلة دي في كل يوم من الايام اللي هي ما بين 10 يناير الى 19 يناير بيكون في امتحان، الامتحان ده بيكون في التخصص اللي انت هتدرسه، يعني انت مثلا اخترت حاجه في الكيمياء على سبيل المثال، فانت هيكون عندك امتحان في التخصص بتاعك يوم 12 يناير،
تمام. في شخص تاني مقدم على فيزياء هيكون عنده امتحان مثلا يوم 18 يناير، فالفترة اللي هي ما بين 10 يناير الى الفترة اللي هي 19 يناير 2023 دي بيكون في كل يوم في تخصص معين هيمتحن. انت تخصصك كيمياء في امتحانك هيكون يوم 12 هتمتحن يوم 12، انت تخصصك فيزياء هتمتحن يوم 18، ده الامتحان بتاعك هتمتحن يوم 18، وهنعرف مع بعض دلوقتي مواعيد الامتحانات. يبقى دي المرحلة الثانية بالنسبة للمرحلة الأولى اللي الناس بتاعتها قدموا في الملف بتاعهم واتقبلوا كل حاجة، دول اللي بيدخلوا الامتحان، تمام؟ طيب الامتحان هيكون في ايه؟ الامتحان هيكون في التخصص اللي انت اخترته، البرنامج اللي انت اخترته. طبعا انت طالب مقدم على ماجستير هتمتحن الامتحان بتاعك الخاص بالماجستير، انت طالب بتقدم على دكتوراه تمتحن الامتحان بتاعك الخاص بالدكتوراه. طبعا الامتحان بتكون فاتح الكاميرا، ما ينفعش حد يكون قاعد جنبك، ما ينفعش انت تعمل صوت، لازم تكون قاعد في اوضه، تكون الاوضه دي فاضيه، ما فيش صوت، ما فيش صوت خارجي جاي لك من بره، ان كل الحاجات دي بيعتبروها حاله غش، فانت لازم تكون واخد بالك، ولازم يكون معاك جواز سفر. يعني انت لسه قدامك المنحه وقت كبير، من 15 سبتمبر ل 10 ديسمبر تقدر تقدم، فانت طلع جواز سفر، لان يعني جواز السفر لازم تحطه جنب وشك في الاجراءات بتاع دخول الامتحان، لازم يكون معاك جواز سفر، مفيش بديل لجواز السفر غير انك انت تطلع جواز سفر. اديني بكرر لك مره واتنين وهنكررها تاني واحنا بنكمل الشرح بتاعنا، تمام؟ انا حضرتك ماجستير او دكتوراه هتمتحن في الفترة دي ايا كان امتحانك هيكون امتى. موعد اعلان نتائج المرحلة التانية هيكون 2 فبراير، تمام، بالنسبة لي الماجستير والدكتوراه. طيب انت شفت اسمك طلع في المرحلة التانية اللي هو بتاع الماجستير، خلاص انت كده موضوعك انتهت، قبلته، بتبدأ بعد كده تمشي معاهم عن طريق الايميلات اللي هم بيبعتوها، الاجراءات بتاعتك بالنسبة ان انت فيزا هتسافر امتى، الكلام ده كله. طيب انت طالب دكتوراه هتعمل ايه؟ طالب الدكتوراه هيدخل على المرحلة الثالثة اللي هي بتكون عبارة عن انترفيو، وبيكون في الفترة ما بين 11 فبراير إلى 9 مارس، أنت بيكون في يوم هتدخل فيه انترفيو مع دكتور من التخصص بتاعك. طبعا مش بيكون دكتور واحد، هما بيكونوا 3 دكاترة، أنت ليك 3 محاولات مع 3 دكاترة. طب افترضنا الـ3 دكاترة قبلوني، تمام، هختار الدكتور اللي أنا مرتاح معاه وعايز أشتغل معاه، تمام. يبقى بالنسبة للدكتوراه انت مكمل ل 11 فبراير ل 9 مارس هيكون في انترفيوز، والنتائج بتاعت الانترفيو بتطلع يوم 14 مارس. وخلي بالك عشان تكون عارف الانترفيو مش صعب خالص، وانت الموضوع ده يعني يعتبر لحد ما روتيني، تمام، ولكن لازم تركز فيه. مش معنى روتين انت مليون في المية تبقى داخل عارف نفسك تقابل، انت لازم تركز في الحاجات اللي انت بتتكلم فيها مع المشرف بتاعك، تمام. طيب في المرحلة التانية دي لو انت حسيت نفسك ان انت اتظلمت، ان انت ما اتقبلتش في المنحة، انت حاسس ان انت حل السؤال صح بس هم ظلموك، مع ان الكلام ده ما بيحصلش، مفيش اي ظلم اطلاقا في المنحة دي. المنحة دي انت بتحس نفسك اتقبلت، انت بتكون راضي عن نفسك وحاسس نفسك ان انت عملت اللي عليك. لو اترفضت في المنحة دي انت بتكون برضو راضي عن نفسك، ليه؟ لان انت عارف اترفضت ليه، كل حاجة متفنطة. المرحلة الاولى بيكون في درجات، هو بيحط لك درجة على كل حاجة، المرحلة التانية بيكون في امتحان، والامتحان بعد ما تخلص الامتحان وبتصحح وتطلع النتيجة سواء اتقبلت بإذن ربنا أو لا قدر الله اترفضت، بيكون حاطط لك الدرجة على كل سؤال وبيقول لك السؤال ده هو اللي غلط، أنت بتشوفه، ممكن أنت تكون شايف إن إجابتك صح، فعادي إن أنت تعمل تظلم، التظلم مش معناه إن هو ظلمك فأنت بتقدم شكوى، لا، التظلم هنا معناه إن أنت شايف من وجهة نظرك إن السؤال ده أنت حله صح بناءً على كذا وكذا وكذا، بس هو ظلمك فيه في درجة معينة إدالك زيرو وات إيفر، فده بيكون التظلم، مش معنى تظلم إن هو هيظلمك، المنحة دي ما فيهاش أي ظلم إطلاقًا، ما فيهاش أي ظلم إطلاقًا، تمام؟ طيب، دي كل حاجة تخص المواعيد الخاصة بالمنحة. بعد كده الإجراءات بقى بتاعة الكشف الطبي والكلام ده كله، التحاليل بتتعمل في شهر مايو، وبعد كده إجراءات الفيزا بتكون في شهر 7 وشهر 8، بعد كده بتسافر في شهر سبتمبر 2023، تمام؟ طيب هنا مين اللي يقدر يقدم على المنحة دي؟ لو انت عايز تقدم على ماجستير بتقدر تقدم، لو انت مخلص بكالوريوس او لو انت زي حالاتي كنت في اخر سنة في البكالوريوس وعايز تكمل ماجستير على طول بتقدر تقدم، مفيش اي مشكلة اطلاقا، بتخلص بكالوريوس وتدخل على ماجستير على طول. لو انت عايز تدرس دكتوراه بتقدر تقدم، لو انت خلصت ماجستير بالفعل او برضو زي حالاتي بس انا مش في منحه اوبن دورز دلوقتي، انا في منحه الحكومه الروسيه، بتكون في اخر سنه في الماجستير وبتقدم على منحه اوبن دورز، بتتقابل باذن ربنا وبتدخل على الدكتوراه مباشره، تمام. طيب ايه هي الكليات والتخصصات المتاحه؟ هنا انا كاتب لك البرامج المتاحه وكاتب لك قدام كل برنامج الامتحان بتاعه هيكون امتى. يعني احنا عندنا هنا الهندسه والتكنولوجيا، تمام، هنا
الامتحان بتاع الهندسه والتكنولوجيا هيكون بتاريخ 10 يناير، يعني دي التخصصات اللي موجوده في المنحه، وانا حبيت ان جنب كل تخصص ان انا احط لك ميعاد الامتحان بتاعه، يعني هنا الهندسه والتكنولوجيا، لو انت فاكر هنا معايا اول ميعاد الامتحان 10 يناير واخر ميعاد 19 يناير، يبقى الناس اللي هتختار هندسه وتكنولوجيا هنا يقدروا يقدموا وحضرتك الامتحان بتاعك هيكون بتاريخ 10 يناير. اداره الاعمال امتحانها بتاريخ 10 يناير برضو، علوم الكمبيوتر امتحانها بتاريخ 11 يناير، البيولوجيا امتحانها بتاريخ 11 يناير، السياسة والدراسات الدولية امتحانها بتاريخ 12 يناير، الطب السرير والصحة العامة امتحانها بتاريخ 12 يناير، التعليم الاديوكيشن برضو امتحانه هنا هيكون 13 يناير، الاقتصاد 13 يناير، الرياضيات والذكاء الاصطناعي 14 يناير، الكيمياء وعلوم المواد اللي هي الماتيريال ساينس بتاعتي 14 يناير، بعد كده الدراسات الأدبية 14 يناير برضو، علوم الأرض والعلوم الفيزياء امتحانهم هيكون 17 يناير برضو، علم الأعصاب وعلم النفس المعرفة هيكون امتحانه 17 يناير، تمام؟ يعني هما هنا عاملين برضو مدة زيادة بالنسبة للناس مثلا اللي هيكون عندها مشاكل في الامتحان، ما دخلتش الامتحان لسبب ما، كل ده هو عامل له سماحية، منحة محترمة جدا، تمام؟ يبقى دي كلها البرامج المتاحة وهنا دي الامتحانات وبرضه الكلام ده هوريه لك بعينك من على الموقع الرسمي، تمام؟ دي كل التخصصات الموجودة في منحة اوبن دورز. السؤال ينفع أقدم يا ماريو على أكتر من برنامج؟ الإجابة نعم، تقدر تقدم على أكتر من برنامج، تمام؟ ولكن وأنت بتملى الأبلكيشن بتاعك كل برنامج هيكون ليه الموتيفيشن ليتر الخاص بيه. كل برنامج هيكون ليه الموتيفيشن ليتر الخاص بيه، وخلي بالك ما ينفعش الموتيفيشن ليتر لكل المنح، ما ينفعش حتى لو هتقدم على نفس التخصص ما ينفعش لكل المنح موتيفيشن ليتر واحد، واحنا بنقول مثال على المنحه دي، ما ينفعش ان انت مثلا تختار على سبيل المثال حاجه في العلوم الفيزيائيه وحاجه في الكيمياء وخطاب تحفيزي اللي تكتبه هنا هو الخطاب التحفيزي اللي تكتبه هنا، اعتبر نفسك مش هتقابل في المنحه، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد، تمام؟ طيب مميزات المنحة ايه؟ بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، بتوفر لك راتب شهري بيختلف من الماجستير الى الدكتوراه، كمان المنحة الروسية خلي بالك ان هي لو الجامعة عندها السكن الخاص بيها بتوفر لك سكن مجاني، ما عندهاش مش بتوفر لك سكن مجاني، وانا دي بقول لك اهو حتى لو الجامعة عندها سكن ممكن تخليك تدفع ثمن السكن، فدي نقطة حطها في دماغك، وفر لك السكن تمام، موفرش السكن خليك عارف ان هو ممكن يدفعك السكن. برضه سنه تحضيريه مجانيه لتعلم اللغه الروسيه لو انت عايز تدرس باللغه الروسيه، وبعد كده حضرتك تكمل الدراسه بتاعتك باللغه الروسيه، عايز تدرس بالانجليزي مباشره تقدر تدرس باللغه الانجليزيه مباشره بدون اي مشكله اطلاقا. طيب بعد كده عايزين نعرف هي المستندات اللي هتكون مطلوبه مننا، هتملى الابلكيشن طبعا الخاص بالمنحه، هيكون طالب منك صوره شخصيه، كمان هيكون مطلوب منك جواز السفر، هيكون مطلوب منك صورة من شهادة تخرج بيان درجات آخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه، سيرة ذاتية، خطاب تحفيزي، خطابات توصية، أي شهادات داعمة معاك، أي شهادات بمعنى كلمة أي شهادات تدعم الملف بتاعك ياريت ترفقها في الملف بتاعك، هي مش متطلب إجبار الشهادات ولكن أنصحك إن أنت ترفقها لأن أنت بتحاول إنك أنت تجمع درجات بقدر الإمكان من المرحلة الأولى اللي هي بتكون عبارة عن البورتفوليو أو الأبلكيشن بتاعك، وكمان الدرجات دي هتجمعها مع الدرجات بتاعة الامتحان، فانت حاول تاخد بقدر الامكان درجات من المرحلة الاولى علشان لو لا قدر الله كان الامتحان صعب ما جبتش فيه درجات عالية هيجمع درجات المرحلة الاولى على درجات المرحلة الثانية، فبالتالي تحاول تستفيد بقدر الامكان من الدرجات بتاعة الابليكيشن، تمام؟ طيب هنا ده الموقع الرسمي، ولو انت حابب تقدم من خلالنا تضغط التقديم من خلال فري دكتور المنح، بتملى الابلكيشن خاص بينا وبيتم التواصل معاك من قبل الفري بتاعنا بعد ما تملى الابلكيشن وحضرتك تكون موافق على شروط التقديم من خلالنا، الرقم اللي بيتواصل معاك زائد 7 9 8 3 1 2 4 6 0 3 4، قلت لك الرقم علشان خاطر تكون عارف حضرتك الرقم اللي هيتم من خلاله التواصل معاك بعد ما بتملى الابلكيشن الخاص بينا، واحنا مش مسؤولين عن اي ارقام اخرى ممكن تتواصل معاك تستغل اسمنا، دي حاجه ما تخصناش اطلاقا. جروبنا على التليجرام، قناتنا على التليجرام، واحنا من جروباتنا على الواتساب لو حابب تشارك فيها جروب من جروباتنا دي طبعا حاجه تشرفنا. ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحه، هنضغط عليه بتفتح معاك الصفحه الرسميه الخاصه بمنحه اوبن دورز، زي ما انت شايف هنا المنحه فتحة هنا هو بيقول لك 5 سنين احنا مع بعض في المنحة والكلام ده كله. لو انت صفحة فتحت قدامك باللغة الروسية اضغط على علم بريطانيا هيفتح لك باللغة الانجليزية، تمام؟ هنا حضرتك كل حاجة تخص المنحة، لو جينا في الجزء الخاص بالنيوز هو هنا بيقول لك ان الريجستريشن هيفتح بتاريخ 15 سبتمبر، تمام؟ طيب بعد كده هنا لو جيت هنا معايا في اليونيفرسيز هنا دي الجامعات المشاركة في منحة اوبن دورز، هنا طبعا حضرتك بتلاقي 21 جامعة، ادي هنا 4
جامعات موجودين هنا، وهنا بتلاقي في 5، فانت لو ضربت 5 في 4 فدول 20 جامعة، وهنا عندك الجامعة رقم 21. جامعات حكومية، جامعات معترف بها، جامعات ممتازة جدا، تقدر تدخل على أي جامعة أنت حاببها، تمام؟ طيب خلي بالك إن أنت بتقدم، أنت ليك الحق إن أنت تقدم على 6 جامعات، بتحطهم بالترتيب. ممكن تحط جامعة واحدة، مفيش أي مشكلة، ممكن تحط جامعتين، 3 جامعات، 4 جامعات، 5 جامعات، 6 جامعات، على حسب العدد اللي أنت عايزه، مفيش أي مشكلة إطلاقا، تمام؟ دي أول حاجة. لو التخصص بتاعي كان في جامعة واحدة أو جامعتين بس، خلاص هحط الجامعة والجامعتين فقط، تمام؟ تخصصات، البرامج، كل حاجة بتضغط على أي جامعة من دول بتلاقيها، مفيش أي مشكلة إطلاقا، كل حاجة سهلة وبسيطة. طيب بعد كده هنيجي في السبجكتس اللي هي البرامج الموجودة: بيزنس أند مانجمنت، بيولوجي، بوليتكس، كمبيوتر، ماثيماتكس، كل حاجة حضرتك عايزها بتلاقيها، اللي احنا ذكرناهم باللغة العربية هنا موجودين هنا قدامك باللغة الإنجليزية: انجينيرنج، لانجويستكس، كيمستري، ماتيريال ساينسز، كلينيكال ميديسين، ايرث ساينسز، كل حاجة موجودة هنا قدامك، تمام؟ الجزء الخاص بالمواعيد زي ما قلنا، الريجستريشن 15 سبتمبر 2022، تبدأ تملأ البورتفوليو بتاعك من 15 سبتمبر هو تاريخ الفتح بتاع المنحة، ل 10 ديسمبر الديدلاين هيكون 10 ديسمبر. بعد كده الفيرست راوند جريدنج هتبدأ من 12 ل 21، بعد كده حضرتك 23 ديسمبر هيعلن نتائج المرحلة الأولى، بعد كده كل التخصصات المتاحة اللي احنا ذكرناها. هو هنا بيقول لك من 10 ل 19 يناير بيكون في امتحانات، طبعا قلنا ان هنا بيبدأ من 10 وبينتهي هنا 17، ولكن يعني لغاية يوم 19 لو لا قدر الله في حد مثلا الامتحان فاته لأي سبب من الأسباب، مش معنى كده ان انت تفوت الامتحان تكتب له سبب، لا، انت لازم يكون عندك سبب، وممكن يطلب منك أدلة كمان. فهنا دي مواعيد الامتحانات اللي احنا ذكرناها باللغة العربية هنا، وكمان التخصصات موجودة هنا قدام حضرتك في الجزء الخاص بالمواعيد، تمام؟ بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك ان بعد كده هيعملوا الجريدنج اوف ذا سكند راوند اوف ذا كومبيتيشن، هنا بيبداوا يحطوا الدرجات بتاعة المرحلة التانية بعد ما تمتحن الامتحان، بعد كده النتائج بتاعة السكند راوند بتاعت الامتحانات بتطلع، بعد كده لو انت عندك اي تظلم بتعمله، بعد كده النتائج النهائيه بتاعت المرحله الثانيه. بالنسبه للماجستير هو هنا كاتب لك فقط ماستر ستراك، تمام؟ ولكن هنا بتكون الماستر والدكتوراه، لان الاثنين نتائجهم بتطلع، تمام؟ ولكن هنا هو قصده ليه هنا حاطط الماستر ستراك بس، لان دي النتائج النهائيه اللي بتاعت الماجستير، لو انت اتقبلت خلاص الموضوع انتهى، انت كده في المنحه خلاص، تمام؟ بعد كده بيكمل في الثيرد راوند. بالنسبه للدكتوراه هو حتى هنا كاتب لك بيقول لك البيتش دي فقط بيكون انترفيوز، بعد كده نتائج الانترفيوز دي الخاصه بالدكتوراه هيكون بتاريخ 14 مارس، تمام؟ كل حاجه تخص المنحه، الاسئله الشائعه، كونتاكت اصلا لو انت عايز تتواصل معاهم، كل حاجه موجوده هنا. طب انت لو عايز تسجل هتسجل ازاي؟ بمجرد ما تفتح المنحه بعد كام ساعه بالظبط بتضغط على لوجن، بعد كده بتبدا تعمل الحساب بتاعك، بعد ما بتعمل حساب بتدخل على خلاص الابلكيشن بتاع المنحه، بتبدا بقى تسجل اسمك، كل المعلومات الشخصيه اللي هتكون مطلوبه منك، انت عايز تدرس ماجستير ولا عايز تدرس دكتوراه، عايز تدرس باللغه الانجليزيه ولا عايز تدرس باللغه الروسيه، كل دي حاجات هتلاقيها موجوده في الابلكيشن. بعد كده بتلاقي في حاجه اسمها البورتفوليو، بتدخل على البورتفوليو بتاع حضرتك بتبدا تملا كل البيانات. لو انت عندك بابليكيشنز او ما عندكش بتقدر تقدم، مفيش مشكله. الخطاب التحفيزي بيكون حاجات اجباريه، الاجباري بيكون عامل لك عليه نجمه حمراء. المستندات اللي انت لازم ترفقها، كل حاجه في البورتفوليو انصحك ان حضرتك تحطها، ما تكسلش ان انت تحط حاجه حتى لو انت شايف ان هي مش مهمه بالنسبه لك، هتفرق معاك في الدرجات بتاعتك، صدقني انا بكلمك عن تجربه. بعد ما تخلص مش لازم تعمل سبميت، يمكن انت مستني شهاده ما هتيجي لك من مكان معين هتحطها، انت معاك لغايه 10 ديسمبر انك انت تعمل سبميت. احنا هنا شفنا في الجزء الخاص بالمواعيد، انت لغايه 10 ديسمبر تقدر تعمل سبميت للبورتفوليو بتاعك، بعد كده تنتظر النتائج بعد ما بتعمل سبميت، وبعد كده بتدخل لمرحله الامتحان في حاله ان حضرتك عديت المرحله الاولى باذن ربنا. وبكده نكون خلصت شرح عن منحه اوبن دورز للدراسه في روسيا بالتفصيل، اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط، ولو لسه حضرتك عندك اي سؤال او اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، اتفضل انزل سيب في الكومنتات، هحاول ارد عليكم جميعا قدر الامكان. يا ريت لو استفدت من الفيديو ما تنساش دعمه بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، اتمنى ليكم التوفيق جميعا وشكرا.